السلام عليكم. مرجان، شارع فريد الأنصاري. هذه 11:46، اليوم الأول في شهر 7 2023، اليوم السبت. حرارة 29، الجو ما بيش بالنسبة لنا احنا، يعني اللي كتوصل الحرارة حتى ل40، كتفوت 40. اليوم تقدر توصل ديك 36 ولا 37. نخرجوا في السويقه ديال المرجان، السويقه ديال مسجد الفتح. هذه راه هي المنطقه الحضريه مرجان، هذه اللي فتنا على اليسار. هنا تيكون الباشا. هذا مسجد الفاتح اللي قدامنا، بلا ما نعرقلو هادو خليهم يدوزو. عاد نزيدو، عاد الى نجيبو هكا من الفوق، نديرو هاد الطريق يمين ونجيبو الدور على اليسار. جالسة كتقهوى بخير وعلى خير. اشحال واصل لي موند العصير؟ 180. الله يجيب التيسير. سود ديال الدراهم كان فايت 10، دابا راه بدا لقات واحد الحجرة. سمعوا الموسيقى ديالها. من هنا جاي واحد مول الكريسة، ومن هنا جاي تريبورتور. مازالين الناس معيدة، مازالين معيدين عباد الله. هادو الطاكسيات نتاع مرجان السكنة. كما كتلاحظوا باقي اثار العيد، يعني باقي الناس معيدين، باقي الناس عطله. يعني دابا شويه الحركه غادي تطلق مع نهار 2، يعني فاش يبداو الادارات.
الإدارات غادي يبداو نهار الاثنين. يعني من الاثنين للثلاث غادي تبدا الحركات ترجع لحالاتها الطبيعية. غادي نهبطو دابا لباب جديد، نهبطو للسوق باب جديد، راه خاوي دابا الدنيا، ندخلو بالسيارة حتى لداخل. هادي ديما مرجان، حنا غادي نطلعو على المصلى، المصلى اللي شتو داك النهار ديال الخميس كانت عامرة تبارك الله. بعد الصباح وهي عامرة، ها هي المصلى سبحان الله، ها هي دابا خاوية كتعمر جوج مرات في العام، العيد الكبير والعيد الصغير. خصنا نقولوا العيد الصغير عاد نقولوا العيد الكبير، ومن الأحسن نقولوا عيد الفطر وعيد الأضحى، من الأحسن. على سبقنا عيد الفطر لحقاش هو كيجي في الشهر ديال شوال، رمضان شوال، ذو الحجة ذو القعدة، يعني سابق بشهرين، شهر العاشر وعيد الأضحى كيجي نهار 10 في شهر 12 اللي هو ذي الحجة. هادي اللي عليا من راه توارقة مصاب يدوزو هاد الأسوار، مصاب يرمموها في الشطر الثاني أو حتى في الشطر الثالث، هي المهم يرمموها عدم جد الصحراء، تجزئة الصحراء. إلى بناني شان غادي نخرجوا في سهب مبروكة، ولكن حنا من الأحسن ندوزوا من هنا باش نخرجوا للسباتة عمر بن الخطاب. اليمين راه كاين توارقة، وهذه سراميطو اللي على اليسار، سراميطو على اليسار، على اليسار وعلى اليمين دور برد قيزل. هادي المنطقة الثانية للأمن، المنطقة الثانية أنا في خباري هو ديال شارع محمد الخامس، هي الدوزيام أرونديسمون، هادي حتى هي كاتبين عليها المنطقة الثانية. هادي الأراضين وكالة ديال السباتة، على اليسار راه عمر بن الخطاب، وعلى اليمين الباطيمات، باطيمات ديال السباتة، باطيمات السباتة والسباتة. هذا هو عمر بن الخطاب، أقسام التحضيرية. هذا شارع عبد الكريم الخطابي، على اليمين وعلى اليسار السباتة، واللي مقابل معانا هذيك الدخله الا دخلنا تندخلوا لسيدي بلال. قاطع في وسط الطريق تيقول لي واش ما تشوفش قدام، شوف على اليمين وعلى اليسار، خصني نشوفه هو اللي قاطع
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شباب طائش ندوزو على باب الخميس نشوفوه كي داير. نصاب هاد السيد يزيد دغيا قبل ما يشعل الضو. هرمونات الشباب يعني انسان فوتيف فوتيف قطع فوسط الطريق وتاي ديكلاري وتاي ريكلامي من ريكلاماسيون. هذا شارع محمد السادس خرجنا له هنا على اليمين لاله زويتينا وعلى اليسار الرياض. الرياض هو هذا اللي على اليسار الحومه والثانويه الاعداديه بجوج هذه اللي يكونوا ما ديال التعليم فين دايرين نادي ديال الرياضه. وهذا البرج هو ديال بلقاري برج بلقاري. اللي امامنا اوفون داخل راه زين العبيد وكاينه الساحه الهدي ولكن حنا ندوزو على باب الخميس نشوفوا الاشغال ديال باب الخميس فين وصلت. هادو الباطيمات ديال باب الرحى. هاد الباطيمات اللي شفنا ديال السباته وديال باب الرحى راه بحال تقريبا داروا في وقت وحده يعني باش كانوا يعني في كل ازمان تاع السكن في واحد الوقت يعني من مباشره بعد الاستقلال. هادي مقبره تاع اليهود اللي على اليمين هادي قبور اليهود نقولوا لها المعاره. وهذا اللي على اليسار الملاح ملاح جديد. ومن هنا من هنا على اليمين هنا على اليمين هذه الدخله نتاع الملاح القديم. وهنا هذا باب الخميس راه عراوه يعني تقول هي سلاوه. هذا الحويط هذا اللي خارج شي وحدين قالك علاش زادوه وعلاش داروا دوك البيبان وعلاش داروا. وهما في الحقيقة الأمر راه كاينين دي زاخيولوج اللي خدموا فاش كانت الأشغال راه خدموا راه حفروا الأرض ولقاو على أنه كاين صور تما كان لقاو واخا يعني داك الزلزال فاش كان راب زلزال ديال البرتغال. هاهما دابا هنايا ها نتوما هاد الحويط هذا اللي تزادوا من هنا شتوه بركة خصني نسلت باش ما نعرقلش الطريق. يعني هاد الحيط اللي داروا العرض ديالو راه فيه على الاقل واحد المتر ولا متر وعشرين. هاد السور اللي زادوا لقاو الاثار ديالو لتحت لحقاش فاش راب الباب في يعني قلت لكم داك الزلزال عقلتش 1800 وشي حاجه الله اعلم ما بقيتش عاقل بلا ما نبقى نخربق. دونك تعاود الباب ما تعاودش كي كان في الاصل ما تعاودش لحقاش ما تعاودش ديك الساعه يعني بقى هكاك حتى لاش من وقت عاد تعاود. دابا فاش جاو يعاودوه خصهم اوامر ملكيه خصو يرجع كي كان على الاصل ديالو خصو يرجع كيف ما كان. اذا خدموا اكثريه الا كانت شي صور قديمه خدموها واللي ما لقاوش الصور خدموا فيها لي زاركيولوج علماء نتاع داكشي نتاع الاركيولوجي ولقاو على ان هذيك البلاصه دابا اللي طلعوا الصور لقاو الجدر الجدر دابا خيري بالفوقاني تيبقى الجدر لي فونداسيون لتحت لقاوها على انها كاين داكشي بقاو تابعين حتى عليه بناو عليه طلعوا داكشي يعني ما داروهمش من عقلهم ما زادوهمش من راسهم يعني جاو قالوا حقا رانا نديروا هاد التقيوسات ورانا نديروا هاد الحويط خارج هذا ما كايناش.
لحقاش سيدنا الله ينصره راه متبع المساله بيديه، يعني بيديه متبع المسائل، وراه شحال من حاجه عاودوها. هذا باب جديد. اليوم السبت، باقيين الناس معيدين، حرارة 29، هذه 12 و16 دقيقة. اليوم هو الفاتح في شهر يوليوز، واليوم هو الثالث أيام العيد، 10 11 12، اليوم 12 ديال الحجة. هذاك اللي قدامنا هو الهادي بن عيسى الشيخ الكامل. دابا ندخل شي نهار نصور لداخل، شو شي وقيت وندخل نصور لكم لداخل، الداخل ديال الدار، كاين اللي باغي يشوفو. اذا السوق ديال باب جديد هو هذا كما كتلاحظوا، السوق راه ساد، الناس باقيين معيدين. تبارك الله عليكم. هاد الهبطة اللي على اليمين، هاد الهبطة الجوطية، هذا المسجد نتاع باب جديد.